مش حداد شو الاخبار. مرحبا بحلقه جديده 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 لا مسابقات الاولاد والبنات. طيب بالحلقه اللي كانت قبل كان النقاط هني هيك: نقطتين لا فريق الاولاد وصفر نقاط لفرقه البنات. بس بنات مش مهم، كل شيء ممكن يتشقلب وانتوا تربحوا او الاولاد يربحوا، كل شيء ممكن يصير. والمهم كثير انه مش مهم مين بربح بالاخر، لازم يكون عندنا روح رياضيه ننبسط، مره بنربح مره بنخسر، هي بس لعبه. صح صح صح. جاهزين؟ اول مسابقه، مسابقه شجاعه. مين بدكم تنقوا فرق البنات؟ مين بدكم نقوا؟ مين المندوب؟ نقيتوا فرقه البنات؟ مين المندوبه؟ انت. طيب ليش؟ عشان سريعة لما أشتغل. أنت سريعة؟ بطلي. طيب الأولاد مين نقيتوا؟ أنتوا. ليش؟ على قرعة. قرعة هيك؟ طيب حلو. دقف حامل لميرال وسهير. طيب اللعبة هي هيك، عندنا هون خلاط وعندنا هون كمان خلاط، بدنا نحط فيه أشياء زاكي كثير مع بعضها، نخلط 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 النخلطين بجنن، ونحطه هون بالوعاء تبع الاولاد وبالوعاء تبع البنات. كل مندوب من الفريقين بده ياخذ ينقي من هون الشيء يحطه بقلب الوعاء، يشفط اللي من هون قد ما يقدر يخليه بتومن، ويروح يديرن بالوعاء اللي غاد. يعني بدنا نقول من هون لغاد اللي بجمع نص لتر اول هو اللي بربح. طيب مين فكرك رح يربح؟ البنات. جاهزين؟ جاهزين. طيب عشان هاي المسابقة مسابقة شوي صعبة ومسابقة بدها هيك مهارات، يعني مهارات طبخ، فأنا جبت حدا كتير 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 مشهور، مش بس بالكرة الأرضية، بكل المجرة مشهور، شيف عالمي، شيف اللي هو عنده اليوم بده يشاركنا بالوصفة السرية تبعته، وصفة ست 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 ست. طيب الشيف جاك، تفضل جاك. مرحبا مدرينا. مين جاك؟ مين جاك هذا؟ الشيف العالمي الفضائي. حكى معي قال لي انه بده انه سيارته بنشر العجل. جاك حكى معك؟ بنشر. كيف حكيت معه على جاك يعني؟ ايه بالموزي، اتصل فيه على الموز، قلت عليه الو جاك كيف حالك؟ يلا باي. ايش في خير؟ شو في؟ طيب تخيلي شام المشروب السحري علي علي علي. طيب ممكن تعرف كيف تشغله وكل شيء؟ وين نفس؟ طيب طيب علي منصه لك. تفضل. اوكي يا ولد وبنات، اهلا وسهلا فيكم، انا الشيف موزي. بدي احط لكم المشروب السحري. عصير شوي شوي، حليب مي موزي شوي شوي وحار شوي شوي. اذا اصل شوي شو في كمان شيء؟ ملح واخر شيء لهون. لا فوزي معتي فوزي معتي بنتهرب كلياتنا. مازي شو؟ اوكي مش مهم علي، نفتح الخلاط ونحط جوا شوي شوي شوي، بندير شوية مي من الأول. ايه خلص مي ومتين مي كمان مي هون. مازي بطل فيه وين؟ طيب يب نفتح الحليب وندير الحليب حليب حليب. مازي انت وين؟ بسألك سؤال يعني خيدة. يتعرف عليك. انت كيف حاسس اليوم؟ كثير حاسس خيدة مبسوط. وهي اللي بفتح هذا بدك اساعدك. هي فتح فتح. وانت شيف معروف يعني. هذا عصير كثير زاكي، هذا عصير كثير زاكي، وبنحط شوي ملح. بس ما اجاش في هاي. ايش خيدة؟ ما اجاش. وين فز؟ طيب وديري هيك اخر تركيبة السحرية اخوي بالفلفل الحر. والله لا تولعوا لولعكم، قصدي بالحر. اوكي ندير هون شوي صغيري. بس مازي مش حكي وصلت تحكي كمان خلص خلص. بس مازي ولد صغار هذا، شو ما انا ولد صغير خير، شو بفهمش انا يعني. وندير كمان فلفل حر لهون خلص، وشوي رشة ملح، آخر رشة ملح عليها. مازي خلص شو هاد؟ أوكي بنحط إنهم بالخلاط، بنسكرهن، بنبلش. بحب أقول لكم إني عملت لكم مشروب سحري كتير زاكي، وتهكلوش هم علي علي علي. بنحرك الخلاط اللي هون.
خلاط مخلوط مش بزمان. هذا هو والمشروب السحري جاهز. جاهز يلا كل الاحترام. هذا احطه هون. اه خيط علي. شو هذا خيط ملزق هون. شو هذا الذكاء جنن بالهبل. يا هلا. اوكي هذا هو. بس قبل ما نكمل بدي احب اوجه زقفه حامله فوزي مازي اللي اجى لهون خصوصي 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 عشان يعملنا الوصفه الخاصه له. خلص فوزي مازي بيرفع توقف خلص. طيب اسا ميرال تفضلي لهون. زهير تفضل لهون. اتذكروا مهم كثير مش نشربن نبلعهن خلين بتمنا طيب وندرن بالجات الغاد. اوكي نقي انت الشيء. جاهزين؟ مش فاهمة جاهزين؟ جاهزين. مين رح يربح فكرة زهير؟ بلاد 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 زهير زهير رح يربح. بلاد بلاد قصدي بنات. اسا بنشوف. ابو الزوز رح يربح. طيب يلا واحد اثنين ثلاثة. زهير 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 نحن وحنا نحن 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 بس له هذا حلوة بس أبو زوج بس مرات شغلة كمان سريعة بتخوف طبيعان مرة مقوها من هنا بينفع أنا أدوى هاي العصير لا بس ليش بدي أدوى بحب أدوى أنا هيدا بس ليش بس أنا هيدا حد أدوى العصير شو مش مو عريض نرجع نشوف مين راح يربح. يلا زهير يلا أبو زوج يلا ميرال اشربك اشربك بعد الطريق طويلة طريق مفتوحة قدام كل شيء ممكن يصير ممكن تربحوا ممكن تخسروا ايش كل شيء ممكن يصير طيب نعم إيه ميرال كيف كان الوصفة الخاصة كيف كانت مش طيبة كثير ايه مش طيبة كثير مش طيبة كثير وزهير كيف كانت منيحة اوكي بس كيف ميرال بتقول مي كانت زاكي ما انا حضرتها هي زاكي اه بدي ادوق تشوفي كيف زاكي شوفي كيف انا مش زاكي ميرال كيفك علي هيك ميرال انا مش زاكي بلا زاكي انا عملت علي كيف فازي مازي زاكي؟ ايه الاول بس هي زاكي بس اسا انت مش جعبالك يعني طيب شكرا كثير 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 للشيف فازي مازي زاكي شكرا لك انك شاركت فازي مازي خلص كفي شكرا لك انك شاركت معنا شاركت معنا الوصفه الخاصه تبعتك احنا كثير بنقدرك يعني اسا اروح اسا تقدر تروح قول باي باي لفازي مازي اسا للمسابقه الثانيه المسابقه الجماعيه زافي حامي المسابقه هي هيك هاي المسابقه مسابقه تحمل مسابقه كثير صعبه اوكي طيب عندنا هون اكثر من سطل عندنا سطولي دلا دلو ايش ما بدكم تسموهن يعني بس اسمه سطولي طيب لكل مشترك عنده دلوين بده يمسك كل دلو بايده يمسكن هيك طيب تمرنوا قبل شو تمرنوا هيك طيب المهم اسا وانتوا ماسكين هذول السطولي بدي كل واحد مثلا اروح امسك قنينة كوباية مي اروح عند فريق الاولاد واقول لهم عند اي بنت بدكم احط هاي المي كلياتها بالسطل وانتم بدكم تقولوا لي بعدين باخذ الكوباية الشاي وبروح عند فرقة البنات وبقول لهم عند اي ولد بدكم احط هذه الكوباية وانتم بتقولوا لي يي عليك يا مندلينا طيب فهمتوا اللعبة؟ فهمنا طب كيف نربح؟ طيب سؤال بجنن انت يعني فحل السؤال هو هيك كيف تربحوا؟ اخر فرقة اللي بتضل فيها
ولد او بنت مسكين اللي بتربح اللي بوقعوش يعني. طيب جاهزين وجاهزات؟ جاهزين. مش سامعة؟ جاهزين؟ جاهزين. طيب لسه كل واحد منكم خدوا سطلين اللي قدامكم. جاهزين نشوف شو بده يصير؟ جاهزين. واحد اثنين ثلاثة ارفعوا كلياتكم. طيب اول كوباية مين بدكم احطها؟ البسيل. بسيل. طيب هاي اول كوباية. اسا منروح عند فرقة الاولاد. فرقة الاولاد يا فرقة الاولاد. رغد. انت وقعت خلص مهم. يلا مش مهم. عندنا بعدين اربع بنات قدرات يمسكوهن بس ثلاث اولاد. طيب فرقة البنات عمين بدكم احطهم؟ لا عند زهير. زهير؟ زهير يا زهير. طيب لسه عند جمع. لسه عند جمع. عن مين بتكون؟ انا جمع. انا فرقة البنات عن مين نحط؟ انا عند رام. رام. مش عايدي غزالي. عن مين بتكون حاط؟ لا عن جنى. لا 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 فرقة البنات عن مين بدكم حطن؟ زهير. مين رح يوقع؟ عن مين حط؟ كرروا مع بعض. انا مش رح اكرر. لا لا انت ايش اسمك؟ ميران. انا اسمي ميران. ميران. فرقة البنات عن مين بدكم احط الكوباية؟ زهير. 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 عند عبلة. عبلة. لا 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 عند هاي امير رمادي. اسا اشي كتير مهم بعد ما حطينا كل كوبايات المي بقلب السطولي. إسا بدنا نشوف مين بيقدر يتحمل أكتر إشي هو إيديه دغريات. جاهزين؟ بعد للثلاثة ومنصحح إيدينا. طيب؟ واحد اثنين ثلاثة جو. يلا مين بده يخسر؟ يلا دغري دغري. هاي دغري 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 دغري. مين بده يربح؟ الأولاد ولا البنات؟ خلص أنت برا. أنت برا. بيرا بيرا قدام كل البنات. مين بده يربح؟ فكركم رام رح يقدر. ايديك مش دغريات، ايدين دغري. دغري. انت نزلي ايديك مش دغريات. ايديك نزلي ايديك. يلا. اي انت ايديك مش دغريات. فكركم رام رح يقدر يمسك حد. البنات ذات حامل البنات. الاولاد مش مهم اذا خسرتوا يعني. شو فيها؟ شو فيها؟ ولا شيء. بنفع مره بنخسر مره بنخسر مره بنربح. فيش حاجه ناخذها شخصي ونقعد نزعل ونقول لا بديش اربح. معناته النقاط هن هيك، ثلاث نقاط للاولاد ونقطه واحده للبنات. يعني بعد عندنا ملان 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 مجال انه النتائج تنقلب والبنات يربحوا، او ممكن ولا تنقلب النتائج والاولاد يربحوا. ابصر شو بصير. شو فكركم انتم رح يصير؟ اكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو رح يصير. وبنشوفكم بالحلقه الجايه. الى اللقاء. باي باي. باي باي. راح نعمل حفله. بتحبونا؟ بتحبوا تضلكم تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص.